مساء الخير، مساء الورد، مساء من هذا المباشر من مدينة مكناس من سوق السكاكين. أنتم معنا مباشرة من سوق الهديم أو السكاكين كما كان متعارف عليه، السوق التاريخي بمدينة مكناس. اليوم معنا أحد التجار، شرفنا السي مصطفى. السي مصطفى من أحد التجار المتضررين من هذا الركود التجاري اللي كتعرفوا هذه الفتره هذه بالضبط، بفعل مجموعه من 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 يعني من التداعيات، يعني من بينها تداعيات جائحه كورونا وهاد يعني الاجراءات اللي مرت علينا. غادي نبقاو مع السي مصطفى اللي غيقدر يقربنا، وغادي ندخلوا للمحل وقيل لداخل. حسن تفضل السي مصطفى. تفضل. تفضل السي مصطفى. الجائحه هذه خدينا فيها حنا العشره. عطينا شويه الصوت ديالك الله يجازيك بخير. الجائحه هذه خدينا فيها العشره ومازال واخدين فيها العشره، التجاره منهم مكحوله كاع فترة. مشاهدي تشوف تي في، معنا احد تجار سوق الهديم من العاصمه الاسماعيليه مكناس، اللي غيتحدث لنا على الركود التجاري اللي حصل مؤخرا هنا بهذا السوق، والتداعيات ديالو على التجار وعلى كل يعني الوظائف المباشره والغير المباشره اللي مرتبطه بهذا السوق هذا. نخليكم مع السي مصطفى والله يجازيك بخير. ترفع شويه الصوت ديالك باش مشاهدي تشوف تي في يقدروا، لاننا على المباشر الان، فالكل فيتفاعل معنا. مرحبا بكم معنا من العاصمه الاسماعيليه. السلام عليكم. بالنسبة للتجارة عندنا حنايا مقتولة والو، شرا ميت كاع، كانوا النهار كامل خصها تبيع لك 100 درهم، واش 100 درهم عيد ديال المعلم ولا ديال الخدام، ما تخلص بها الضو والماء ولا هادي، البيع شرا والو، واش فيها راس المال، فيها المعاش، فيها كلشي. نعم. البيع شرا عندنا في المدينة هنا مقتولة، هذا ما تبداو حتى 6، 8 هكا كيسدوا لنا البيبان، ما تلقاوش. ولكن معاش كتحلوا الصباح، معاش كتبداو. السوق حنا ما كنشوفوا الناس حنا 12 و11 يعني حسب الحركه الاقتصاديه ديال السوق. واحد جوج ثلاثه دايزين تلقاو كاع شي كيشوف شي، ما الحركه ميته كاع مكتوره كاع فترة. ضروريين بزاف. انا عندي وليدات يوم المحل، عندي وليدات 800 درهم عيد ديالهم المحل، وليد ديال الخدام فيها السلعه فيها هذه فيها هذه، عندنا مكتوره كاع مكتوره كاع فترة. ما بيع علاش شي كيشوف شي. وحتى وقيلا يعني احنا كنعرفوا ان مكناس يعني كتعتمد على السياحه، لا السياحه الداخليه ولا الخارجيه، يعني كنعرفوا انه الان نعتمدوا على السياحه، لا السياحه المغربيه ولا الاجنبيه. نعم. ما الناس ديال السكان ديال مدينه مكناس. نعم. يعني انا كنعرفوا الوضع الاقتصادي يعني هذا يعني بالنسبه لهاد يعني تذاك يعني الباساجي كما كنقولوا ولا الماره، حتى هما كيكون واحد المدخول اضافي كينعش. مارشي الهديم معروف في المغرب كامل. نعم. ما يمكنش اللي جا للهديم ما يدوش للمارشي. نعم. كيجيو معروف بالنسبه للتوابل ديالو الزيتون. نعم نعم. معروف مكناس. نعم. بالنسبه للديسير ديالو معروف مكناس، كيجيو هنايا العوطار كيجيو هنايا مكناس. حنا فاش كنتحركوا تكون الحركه شويه. بعد من هذاك الشيء ما كاين والو. صافي تبقاو شوفوا نشوفوا. كاين لا بيع لا شرا، كاين نهار كامل تبيع 70 درهم 80 درهم مخير، تبيع 150 درهم. وكاين شي محلات اللي سدوا ولا كاين باقي خدام؟ كلشي خدام، كلشي باقي بعدا كومام، كلشي خدام، كلشي حال، كلشي كيتسنى الله. كيتسنى الله، كلشي واخد العصا هنايا، لا بالنسبة للمتوسط ولا بالنسبة للتاجر الكبير. كلشي واخد العصا. كلشي عنده خدام ديالو، واش غادي هو يبيع 100 درهم ولا 150 درهم ولا 200 درهم كاع. ولا 300 درهم، كاين اللي عنده جوج خدامات ثلاثة خدامات. كاين اللي ينقص الخدامة؟ ها؟ كاين اللي ينقص الخدامة؟ كاين ينقص الخدامة. إي دابا بحال دابا هما بالنسبة حدا عندهم خمسة الخدامات تنخدم، ولا عنده جوج خدامات. والخدامة كلهم هنا عندنا دابا السوق كلهم مجوجين بولادهم. الأغلبية كلشي كارث. الأغلبية كلشي كارث. نعم. واش يقبض 50 درهم ولا 60 درهم ويروح ياكل بها ولادو، ولا يخلص بها الكرا، ولا يخلص بها الضو ولا الماء. والان شنو الحوايج اللي كطالبوا بهم يعني، وشنو اللي كنطالبوا بهم؟ تقصدوا لها تعاون، ما خديتوا لا دعم في هاد الكوفيد، ما كان لا دعم لا والو. التجاره ما عندنا لا دعم لا والو، التجاره حره ما عندنا فيها لا دعم لا والو. التجاره حره ما عندنا فيها لا دعم لا والو.
عندك كل ما عندك تتنحس سيدي كاين. قدام بنهارك كان النهار اللي ما كانت تخلصت فيه كاع. النهار اللي ما كانت تخلص دابا انا دابا تقريبا دابا هادي سيمانه وانا تقبت 50 درهم وسعت بكير بيع عندي جوج وليدات كاري ومدرسة و زعما مضروري مزيان كلشي مضروري ماشي ليا انا ولا واحد اخر كلشي مضروري. انا شباب نقول المحل وانا شباب نخدم. وهذا الحل هو انها تكون يعني تكون انتعاشه يعني تطلق السوق ويطلقوا الناس و... هذا هو ال... هو الحل اللي كاين. نعم غيره راه كلشي غادي تقصح بزاف دابا حاليا كلشي دابا راه مقصح اغلبيه يعني كداو تعرف كلشي مقصح. وفي يعني حتى في يعني حتى يعني فاش كنقول حتى انتم تجيبوا السلعه وداك الشيء يعني ما بقيتوش كتقداو وما بقيتوش كت ايوا انت تتقدم عندك 3000 درهم 4000 درهم من غير تخرج الدار تبقى كل نهار تعطيه 1000 ريال. كاين اللي عنده كريديات كاري اللي عنده حتى 85 كريديات كاين اللي عنده الكريدي ديال عامله ومع حتى الجائحه هذه بقى هو كيجي مول الشيء تيقول له تقول له ما عنديش تعطيه السلعه هي باقا محطوطه نمر غادي يبيع بحال دابا الناس شعبان كان موز ديال رمضان وهذاك الشيء تعرفوا الشيء ديال اللوز جوج داك الشيء باقي عنده ستوك ديال الساعه كلها باقا محطوطه ها هو قاعد تيشوف بقى ب 6 مليون ولا 7 مليون حاطه خمسة اللوز كتعمل مليون و 20000 ريال انت خمسة دخلات ديال اللوز 5 مليون ونص خسارة الطون ديال الزنزات تيعمل 4 مليون و 80000 ريال. نعم نعم والحل هو انه يكون يعني ان شاء الله نطلبوا من الله ان ترفع علينا هذه الجائحه ويرفع لنا الله هذا الوباء. راه حنا كما كتشوف انه كانت يعني راه حتى يعني حتى الدوله ولا يعني كانت مجهودات كبيره باش انهم يحاولوا انه يعني نغطيو ولو جزء من هذه الكلفه ديال هذه الجائحه هذه واللي غتسبق يعني اقتصاديا. كنتمناو كنتمناو خير نتفائلوا خير ان شاء الله هذا هو اللي كنتمناه. بهذا نعم سيدي ماشي مضرور علي باقا دابا راه بركه كان دابا اللي عنده عليه 9 مليون 10 مليون ديال الكريم داكشي ديال رمضان باقا مستوكين عندهم هنا في السوق. بالنسبه للسلع كما كنشوفوا فهنا هنا في محل التوابل نعم السلع هنا يعني في انتظار الزبائن يعني في انتظار انه يجي عندكم الكليون ويجي كناس معروف هذا الشيء ديال كناس معروف هذا السوق عنده صبغه وطنيه ودوليه وتاريخيه وعالميه ماشي عشان محليا عالميا. نعم المانيا راه من عام لعام كدير عليه روبورتاج كل عام المانيا راه كل عام كدير عليه روبورتاج جا واحد العام صوروه وعرفوه التاريخ ديالو انه معلمه تاريخيه لانه قديم يعني من الاسواق نعم من الاسواق التاريخيه بالمملكه المغربيه يعني اللي كت اصلا مختصه في الزيتون وفي التوابل وفي يعني في حويجات اللي مكناش معروف نعم فلاحيه نعم معروف بالزيتون نعم مكناش اساس الزيتون يعني تلقى المغاربه سي المغاربه تلقى اي واحد تلقى ديج ميكا فيها تشكل 7 كيلو ديال الزيتون يعني تدير جميع الوعي. هنا راه في موسم في الموسم ديال الزيتون. المواد الغذائيه تدير ديال التوابل على معروف عندك عطريه البتاع عطريه القواع معروفين كنبيعوا في الحقيقه هذه كنبيعوا بزاي. نعم. هذا العام ضرينا بزاف. نعم اي على العموم فإذا جينا نقولوا انه كان ضرر فالضرر كان عام يعني راه كتعرف انه بفعل الجائحه فراه جميع القطاعات توقفات يعني راه ماشي شي حاجه اللي سهله. كنتمنوا من الله انها تكون انتعاشه في الايام المقبله. ما نطلبوها الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بهذا متتبعي قناه تشوف تي في كنحييكم من سوق الهديم من مكناس كنقول لكم مساءكم سعيد والى اللقاء في مباشر اخر. الى اللقاء سي مصطفى شكرا لك على هذه التوضيحات ان شاء الله.